مكاتب التصويت في الأرجنتين فتحت أبوابها اليوم الأحد على الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لتمكين أزيد من 33 مليون ناخب من الإدلاء بأصواتهم في إطار انتخابات تمهيدية يختارون خلالها المرشحين للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر القادم. وتشكل هذه الانتخابات التمهيدية مقياسا للمناخ السياسي قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 22 من أكتوبر المقبل. السلطات الأرجنتينية عبأت أزيد من 100,000 عنصر من الجيش والدرك والشرطة لضمان السير العادي لهذه الانتخابات التمهيدية. المتتبعون للشأن السياسي بهذا البلد الجنوبي أمريكي يعتبرون أن محافظة بوينوس آيرس أول دائرة انتخابية في البلاد والتي تضم 37% من الهيئة الناخبة ستكون المعترك الرئيس لهذه الانتخابات التمهيدية. وتعتبر انتخابات اليوم رابع انتخابات تمهيدية يتم إجراؤها في البلاد بعد إقرار النظام الانتخابي سنة 2009 وأول انتخابات تمهيدية تنظم بعد وصول موريسيو ماكري إلى رئاسة الجمهورية.